طريق مكة مبادرة رائعة وباتت تسهل على الحجاج الوصول للسعودية بعد إنهاء كافة الإجراءات في دولهم. دور وزارة الحج والعمرة في تفعيل وفي دعم مبادرة طريق مكة. الجميل في مبادرة طريق إلى مكة هو التكاتف والتنسيق بين كل الجهات التي عملت على خدمة ضيوف الرحمن من بداية استقباله في مطاراتهم في دولهم حتى وصولهم حتى مغادرتهم. عملوا كنسيج واحد، يعملوا جميعا لهدف واحد، أن يكون دخول وخروج الحاج للمملكة العربية السعودية في أسهل وقت. حقيقة تجربة رائعة، تجربة نوعية بكل المقاييس. أعتقد لا يوجد بأي حال من أحوال مبادرة في العالم مثل مبادرة طريق مكة، اللي هي تستقبل من عدة مطارات في مكان واحد وفي زمن واحد إلى مطار المدينة ومطار جدة. جميل. حقيقة جميعنا فخورين بهذه المبادرة، وكل سنة عن سنة بتتطور هذه المبادرة حتى وصلت إلى هذه حالتها. بصراحة دكتور استوقفني قبل أمس الخميس إطلاق الوزارة للأدلة التوعوية للحجاج وبكل اللغات وبهذه الطريقة الميسرة. دخلت على الأدلة، فيها كثير من الوسائط والفيديوهات اللي تشرح للحجاج كثير من تفاصيل الحج. نبغى نتكلم عن الأدلة التوعوية اللي أطلقتها الوزارة. إحنا حقيقة من دراستنا لرحلة الحاج وجدنا فاقد جدا مهم لم يكن موجود في السنوات الماضية، وقد يكون هذا الفاقد كان يغطى من خلال بعثات الحج أو مكاتب شؤون الحج من دولهم. لكن أردنا حقيقة في وزارة الحج والعمرة أن يكون هذا الفاقد اللي هو فاقد التوعية. كيف نوصل رسائل توعوية بسيطة لضيف الرحمن اللي هي اللي تؤثر على رحلة وإثراء تجربة الحاج؟ فاصدرنا 13 دليل ب 14 لغة تكون تقدم بطريقة جدا سلسة وسهلة، تعتمد على الصور على الفيديو، ممكن ترسخ في عقل ضيف الرحمن، مدتها بسيطة جدا لكن حقيقة أثرها جدا كبير. صحيح. دكتور خليني أسألك في الختام، ثلاث مواسم نعتبرها استثنائية، الموسم اللي كان في ظل الجائحة وفي شدة الجائحة عدد محدود جدا، الموسم الماضي 60,000 حاج، هذا الموسم 1,000,000 حاج، لا يعتبر الرقم الكبير اللي كانت تستقبل السعودية في الأعوام التي سبقت الجائحة، ماذا بعد هذا الحج؟ في كل سنة من السنوات العشرات السنين الماضية حقيقة خبرة متراكمة للقطاعات التي تعمل خدمة ضيوف الرحمن ساعدت على مواكبة الحالات الاستثنائية في السنتين الماضية. السنة هذه برضو ما زلنا نحن نتعامل مع الحالة الاستثنائية. في كل سنة من السنوات في دروس كثيرة نحن نتعلم حقيقة وخبرات تتراكم عند القطاعات. السنة القادمة نحن نتوقع إن شاء الله بإذن الله تعود الحياة كما كانت عليها في كما كان عليها قبل الجائحة، وإن شاء الله بإذن الله نتطلع من خلال ما سنقدمه هذه السنة إن شاء الله يكون بإذن الله على مستوى البنية التحتية أو على مستوى التقنية أو على مستوى التنظيمات يكون أفضل بكثير. وهذا ليس غريب حقيقة على المملكة العربية السعودية، في جهودها السابقة أثبتت على أنها استطاعت أن تتعامل مع جائحة كورونا بكل احترافية، ولله الحمد زي ما تفضلت أنت قبل قليل أنه السنتين الماضية نحن لم نسجل حقيقة حالات كورونا في مواسم الحج. وما يختلف في حج هو يختلف عن أي موسم من المواسم. صحيح. الحج هو في مكان واحد في 5 أيام تنتقل فيها من مكان لنقطة إلى نقطة، وهذا التحدي الكبير، لكن لله الحمد فضل من الله سبحانه وتعالى كل التحديات تم التعامل معها بكل احترافية من المملكة العربية السعودية ومن جميع القطاعات التي تعمل على خدمة ضيوف الرحمن. نتمنى التوفيق لكم الدكتور، أنتم وكل الجهات الحكومية اللي تخدم في منظومة الحج وحتى العمرة بعد انتهاء موسم الحج. شكرا جزيلا أنك خصصت لنا هذا الوقت لمسيب أسبوع. الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة متحدثا عن استعداد القطاعات الحكومية واستعداد وزارة الحج والعمرة لاستقبال حجاج هذا العام بعد أيام قليلة في المشاعر المقدسة. عودة للزملاء في دبي.